حياني. الجوكو في اخر 11 نقطة جوكوفيتش يكسب 10 ودافيدينكو نقطة واحدة، هذا مؤشر ايجابي للصربي. تبادل طويل ويكسب دافيدينكو هذا التحدي في هذا التبادل. لاعب نيكولاي دافيدينكو في بطولة كندا عنده 10 مباريات كسبها وخسر 9، أفضل نتيجة ربع نهائي 2009-2007، هذه أبرز نتائج دافيدينكو. أوه يا للروعة، الإمداع والإمتاع من نيكولاي دافيدينكو يتلاعب بجوكوفيتش من آخر ملعب. لاحظ ضربة في الكروس كورت أخرج جوكوفيتش من منتصف الملعب بعد ذلك مباشرة بعد الارتداد، هذا ما يميز هذه نقطة القوة لدافيدينكو. تخرج بقليل، إذا يعود الجوكو نوفاك جوكوفيتش يعوض كسر الإرسال الثاني ويعدل النتيجة 4-4. دافيدينكو يتحدى وفي هذا التحدي يتأمل أن كاميرات عين الصقر تخدمه في هذا التحدي، ولكن أعتقد خارج، إذا بالفعل هي خارج ويفقد التحدي. يا سلام يا سلام، ما اكتملت ما اكتملت، ولكن يا سلام على الاداء والتركيز العالي. جوكوفيتش تركيز عالي في الضغط في الهجوم، ولكن الاخيره ما اكتملت. لاحظ يهاجم والروسي يدافع، والاخيره هنا حاول ان ياتي بهذه اللمسه في كره تنخفض بعد الارتداد من على الشبكه، ولكن ما مرت ما اكتملت. دافيدينكو أمام فرصتين متتاليتين لكسر الإرسال. وين 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 يا نوفاك؟ وين يا نولي؟ وين يا جوكوفيتش؟ تخرج بقليل. من لمسات الروسي دافيدينكو لمسة رائعة. فرصة ثمينة للجوكو للتعديل في هذا التوقيت الشوط العاشر. على دفعتين يوني الروسي، الأولى عادها الجوكو، الأخرى لا تصد ولا ترد. إرسال سحب لا يصد ولا يرد من نيكولاي دافيدينكو. فرصة المجموعة لدافيدينكو الآن، دافيدينكو يحصل على فرصة المجموعة وهو يرسل. هل يتحدى كرة قريبة من الخط؟ كرة سريعة، إذا لم يتحدى. الحياني يؤكد بأنه خارج ويعطي إشارة الأوكي لحكم الخط في هذا القرار. كرة سريعة
وتأكيد من الحياني تعادل. وين يا دافيدينكو؟ نولي أمام الفرصة لكسر الإرسال. سال جيد من الجوكو. نوفاك جوكوفيتش وثلاث فرص متتالية للجوكو. هل يتقدم لأول مرة في هذه المباراة؟ نوفاك جوكوفيتش لم يتقدم على الإطلاق، والتقدم دائما ما يعطي ثقة في النفس ويكون العائد على الأداء. إرسال أول ناجح نوفاك جوكوفيتش. شوط نظيف ولأول مرة أمام تشوفيشكا، وأيضا زميلة ديشيلوس. يا سلام يا سلام، أظهر وبان وعليك الأمان يا جوكو. دبل فولت، توقيت غير جيد في هذا الدبل فولت يا دافيدينكو. جوكوفيتش أمام فرصتين متتاليتين لختم المجموعة الأولى بعدما كانت فرصة المجموعة لدافيدينكو. والأولى تضيع على جوكوفيتش. يخرج يتعدى فيري كلوز، يقول له يعني قريبة جدا من الخط. ونشاهد ممكن أن نقرأها بالفعل قريبة قريبة. خارج الملعب هذه. لحظة، الرسالة الثانية فعاليته منخفضة لدافيدينكو. دافيدينكو ينهي. الأولى أعادها جوكوفيتش والأخرى لم تكن في العمق. أتت الفرصة وضاعت مرة أخرى على نيكولاي. الوصول والصعود، ولكن تعامل أكثر من رائع من المصنف الأول عالميا. فرصة المجموعة David
دينكو خارج الملعب. اذا جوكوفيتش يتمكن من كسب هذه المجموعه بصعوبه بالغه. نعم تاخر 1-4 وعاد واستطاع ان يكسب المجموعه بعدما كان